هل هذه المحادثات التي تجري هل هي تجديد الهدنة أو البدء بمحادثات سلام؟ كيف تقرأ ما يجري؟ هناك معطى مهم جدا يجب التعرف عليه، وهو أن التحرك العماني لم يأتي بدفع من المجتمع الدولي، وإنما أتى بدفع مباشر من قبل المملكة العربية السعودية، وهذا هو يفصح عن نوعية العلاقة اليوم ما بين المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان، وهي علاقة متقاربة وفيها التعقيد العلاقة التي كان قبل فترة طويلة نوعا ما بدأ بالتلاشي، وبدأ هذا النوع من التقارب ووصلوا إلى مرحلة من الجو العام المريح. ولذلك في هذه الخطوات تلعب سلطنة عمان دور الوسيط ما بين المملكة العربية السعودية وما بين الحوثيين، وليس دعوة كلية للذهاب باتجاه السلام. بالفعل المكتب المبعوث الأممي منخرطين إلى حد ما، أو يتم إطلاعهم ببعض التطورات، ولكن ما هو يجري فعلا هو البحث عن تهدئة والبحث عن عدم استمرار الضربات التي يقوم بها جماعة أنصار الله على المملكة العربية السعودية أو على المنطقة بشكل أو بآخر. ولذلك الحديث الذي يجري اليوم هو دعوة إلى تمديد الهدنة، لكن النقاش في القضايا التي كانت هي من مكونات الهدنة بالسابق، سواء من دفع المرتبات أو الجزئيات الأخرى، هي ذات تعقيدات كثيرة وطويلة الأمد، ولا يمكن أن يتم معالجتها في خلال فترة قصيرة. إذا نجحت فعلا هذه الوساطة، هي ستنجح فقط في تمديد الهدنة، ولا أعتقد أنها ستأتي بالسلام إلى اليمن. لا أعتقد أنها أيضا ستعالج أو تأتي بالقرب من القضايا المحلية وحتى المعارك المحلية الموجودة التي ما زالت حتى اللحظة في مناوشات بين هنا وهناك. وكما أشار المبعوث اليوم أنها ما زالت عملية معقدة، والتعقيد هذا هو يكمن ليس فقط في تحقيق الهدنة، وإنما في تنفيذ بنود هذه الهدنة. وكما أشار ضيفك الكريم، هناك كثير من التعقيدات في دفع الرواتب، هناك كثير من الاتفاقات التي يجب أن يتم الاتفاق عليها ما بين جماعة أنصار الله وبين الحكومة المعترف بها دوليا. ولكن يمكن القول وبوضوح وصراحة أن جماعة أنصار الله رفعت سقف المطالب إلى حد لا يمكن تنفيذه فعلا، وهذا هو عائق أساسي وكبير تجاه أي محاولة، حتى وإن حققت الفترة القادمة أي هدنة، وهذا أعتقد أعلى ما يمكن أن يحقق. لا أعتقد أنها ستحقق شيء دون ذلك، على الأقل على المدى القصير وعلى المدى المتوسط، إلا وهذه تحتاج معجزة فعليا، أن يتغير الموقف الحوثي تجاه عملية السلام، يتغير الموقف الحوثي تجاه نظرتهم للقوى المحلية الأخرى. اليوم الحوثي وجماعة أنصار الله فعلا تنظر أنها ذو قوة، لا يوجد لديها أي حافز للذهاب بسلام مع الحكومة المعترف بها دولية، وهذا يدل، وهذا ليس فقط بأن الحكومة المعترف بالدولية ضعيفة فقط، وإنما هي منقسمة وهناك معسكرات كثيرة. يضاف إلى ذلك تعقيد مهم جدا، وهو التعقيد الإقليمي. والتعقيد الإقليمي هو أن بينما هناك تقارب سعودي عماني، هناك تنافر إلى حد بسيط، تنافر سعودي إماراتي. صحيح. وأعتقد هذا النوع من التنافر هو الذي يجعل اليمن والقوى المحلية عرضة لأي اتفاقات أو أي خلافات على هذا المستوى. ليس فقط ذلك، حتى إيران تفاعلت مع هذا التقارب الحوثي السعودي، ولأول مرة تصرح الحرس الثوري في الأيام الأخيرة عن مقتل أحد مقاتليها داخل اليمن، وهذا التصريح يظهر أو يرسل رسائل معينة أن العلاقة ما بين جماعة الحوثيين وما بين إيران وحتى لبنان ما زالت قوية ومتقاربة، وحتى وأن تم تحقيق هدنة، هي تحقيق هدنة يكون فيها مصالح متبادلة ما بين السعودية والحوثيين. خطاب عبد الملك الحوثي مؤخرا كان واضح وصريح أيضا، أننا علاقتنا بإيران ولبنان أو بحزب الله تحديدا ليس بلبنان، هي علاقة قوية وهم حلفاء إقليميين هامين، ولذلك لا يمكن حتى الخوض في حديث عن تخفيف علاقة الحوثي مع جماعة أنصار، وهذا أحد المطالب السعودية الذي لطالما طالبت فيها السعودية في الفترة الماضية. من أن يكون جماعة الحوثي أقرب إليها مما هي أقرب إلى إيران، ولكن مع التطور أو مع تقدم هذا وتعقيد الصراع بشكل أو بآخر، إيران تصبح أقرب للحوثيين مع مرور الزمن. لذلك إجمالا لا أرى أن هناك حقوق معين بشكل أو بآخر. صحيح. وحتى وإن حقق سيحقق لمصالح مؤقتة،
وتأمين حدود الجنوبية للسعودية هي جل ما يدفع العمانيين أو ما يدفع السعوديين للوصول إلى أي مكان خلال الفترة القادمة.